السلام عليكم خاوتي أزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفين جديدات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفين وفضح الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف ولسنا تابعين لأي طرف ولسنا تابعين لأي طرف. هذه جملة لا يحبها الهيشر. وانا نعاودها كل خطرة، نكاية في الهيشر سكارة فيها، نعاودها. لسنا تابعين هيشر. يعجبني يعجبني، شفتوني كومونتي تاعك يعجبني، طلع لي المراد. وفوالا خاوتي، حصة اليوم نتكلم على ما وقع اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي وبقاء ريما على عادتها القديمة. بعد الصفحات التابعة لعصابة سيدي موسى دارت تصويرة للجارية في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وهو يعاين العشب الطبيعي لملعب حملاوي، هما نيتهم سيقومون بالإشهار بأن هذا الرئيس يعمل عملا جبارا. وما غير هذا، الرئيس كان مشي تابع لهم، كان تابع الكلون راهو على ليبوك وقلب الفيستا ورجع من عصابة سيدي موشى والكلون تاعهم الي روتور دارو. قالك الرئيس شهيد بزاف يعاين أرضية ملعب الشهيد حملاوي وأبدى استياءه منها ومنها ووضعيتها الكارثية، كما وعد أعد تقرير مفصلا للناخب الوطني جمام بالماضي. با 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 أعد وفي أعد تقرير لي ولي نعمته إلى رئيس عصابة سيدي موسى. هذه هي مي قلنا لكم باللي جاريه، قال لكم نو ما تقولش. قلت لهم ما كاين الناس دروك كاع يطولي، قال لك وري وي جاريه و125 نهار قبل ما يفوتوا عليه بشهرين. روحوا شوفوا لي فيديو تاعي في ابريل من خرجوا باللي غادي يرجح. قلت لكم جاريه من الكبار وراه رسمه بالماضي واوفيسيال وقالوا لها الكرون تاع بالماضي تاع 16 في ابريل غادي يقولوا زبزاف زبزاف. اشبعوا من زبزاف. الرئيس يعد تقرير لمدربيه، سي تري غراف، سابقة تاع التواريخ. هادي وين صرات هادي؟ بلي انت جيري اجي راهي مولي مع هاد مع هاد هاي جيرالا نورمال عادي. الهايشر يقول لك وي ولا مشكل، يدير لها تقرير ويعطيه للناخب. ما نعطيكش تقرير الناخب، انا هو الرئيس وعندي اللجنة الاخصائي ليكسبير تاع لي ستاد يروح وانا نقول. نعيط الكوتش ولا سي بون استاد. هو قالها الكلون تاعه، المهم قالوها هما. هاكو تشوفوا الباج تاع الفوت فاندو تاعهم، هذيك بورت بارول تاعهم هذاك. قالت لهم بلي يعدوا تقرير الى الناخب الوطني جبل الماضي. تكون نروح بكم جوي يسعى ودو تسعى، هادي هي جاي يسعى ودك تسعى. جو شكروه وتصويره وفرح. وحنا نقراها لكم قراءة صحيحة. أنا وعد بالله من قولت أنا ما نطيحش على واحد غير هكا حتى نقرا قراءة، قراءة بأتمنى. هذا باش يركب لافاف وباش رضى عليه الكوتش وعصابة سيدي موشى، حتى ذبح روراوة وحاشية روراوة ذبحها ذبحا سلخهم بالطمنشير. مين شافو كيما هكا قالك سي بون هذا، باسكو نهار اللي تلاقى اول اجتماع مع بالماضي قال له كنا نديرو هكا مع الوراوة، كنا نديرو هكا مع الوراوة على بوك وحدة الوراوة على بوك وحدة الوراوة على بوك وحدة الوراوة. قالها له 30 خطرة ولا 40 خطرة. مين حبس بالماضي شاف فيه كذا مشو جاهز بزاف. راك قلت كلمة الوراوة قلتها بليزيور دو 30 فوا ولا 40 فوا. لا بروشين فوا هذا الاسم تاع الوراوة ما تجيش بدهلي فلارينيو نكون انا وياك. تمكن فيما الجاريه بان نقلب الفيستا وندبح وراوا باش نطلع لافا باش يرضى عليا. وبالماضي للاسف
عنده حقد 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 دافين اتجاه محمد الوراوة اكوز جماعة الطيوش كرهوه فيه. لولاهم بالماضي سي تانكا ودنان يسمع وما يسمعش الطرف، يسمع غير طرف واحد. لولا هو كان يهرس فيك، هو اللي كان يكولس لك، هو اللي كان يدير لك. ها ماري انا من المنتقدين للوراوة، ولكن نبقى نقولها كره من احسن رئيس اتحادية مرة في الجزائر. هذه الطبيب ما ينحيهاش، ولكن امور تعمدها، كاين امور تعمدها مش ننتقدها علنية بدون شيتا وبدون انبطاح. وهذا ما يدل على اننا الحمد لله لسنا تابعين لاي ضرر. هاي هنا ما با شهر ونص راهو درت فيه التير وفوالا. ايوا نروح بكم دروك. اي هذا رئيس اتحادية، شوف شوف التصويرة بالمشاريع اللي مصورينها، وهذا هو اللي يعرف الكازو. هذا سيتا عايشر، قلنا لكم باللي عايشر. شوف غادي باسكو علاش راه يشوف التيرا ومنا وندير تقرير وعيط الجماعة غادي ندير تقرير وخبرهم. باسكو بالماضي مور التربص تالي ولا ما يرفدش على التليفون عليه، باسكو ما هوش عليه، باسكو ما وقفش معاه في لافير تاع رشيد عباد هذيك تاع لافير تاع الصالير، وكاين امور ما وقفش معاه فيها. راح قعد معاه اجور في وهران وكاش مقيمه وزاد ولا ما يلفتش عليه التليفون. ترى عند الكلون تاع بالماضي وعلاش وعلاش، قال له دير كومينيكي، دار الكومينيكي شيت بالماضي ودروك راه يروح للسطاد وهو اون باش يشوف ملعب، راه يدير خدمة ماناجير. هذا شغل زفزاف يمد تقرير للناخب الوطني، شغل موظف يمد تقرير للمدير تاعه. هذه هي بالماضي، بالماضي المدير وجاري تاع حساب موسى موظف. هذه هي اللي بغى شبح ما يقولها. الله يزيدكم الدل على دل. وانا قلنا لكم بلي هذا الناخب رجع خاطر على الجزائر، رجع فوق الجزائر. قال هو تاني قلنا بلي رئيس الحكومة يمد تقرير بالماضي عادي نتقبلها كيما الوزير تاع السبور نورمال. قال لك بأوامر من بالماضي غادي نلعبوا في قسنطينة، قالها سمعتوا قبيلة الفوكال تاعها سمعتوه لا راديو تاع تمرس، قال لهم بأمر من الناخب الوطني غادي نلعبوا في قسنطينة. خرج لهم بروبليم تاع التيرا، غادي يروحوا سان جويي، تمنى يروحوا لدار الشراع. دار الشراع تشوفوا تماك لي فري سيبورتير، ها في دار الشراع في سان جويي تماك تشوفوا لي فري سيبورتير. صح منا ومنا مساكين عندهم مدة لاجيري ما لعبتش عندهم، ما شافوش لي كرون جوار، سي بور سا مساكين يبغوا يحتفلوا يقعدوا غم على روحهم. ولكن في سان جويي ما تلعبش مليح سموه تصفار، ولكن الخطر اللي فدرتو السبه قلتو نلعبو غير في السماء. هذا الخطر اللي غادي تقولو نلعبو ويكلو، الناس راهي تقول بوركينا فاسو، المعلومات اللي تقولهم يقولو بوركينا فاسو، او راهي بلجيكا او ارجنتين والطليان. السويد مراهيش متكاليفيا، عم يقولو غادي نلعبو في لوهاف. انا قلت لك انا اللي دو ماتش باذن الله ما نتفرجهمش، ما نكذبش عليك ما نتفرجهم، ما نهضر عليهم. داروا دي كرون ماتش مصحتهم، ما لعبوش غايه ما نحكيش عليهم نورمال. ما تقولوش هو يتبع الانتقاد زعما ما يلعبوش غايه نجي نهضر نورمال. هادي دو ماتش لاحظت باسكو هادي دو ماتش لعبوا في لابيرو تاع كوب ديمون، وانا راني مغموم من لعب من لعب اللي ما غاتش يلعب في قطر ونتفرجها من لاتيري. كنت داير لا كوب ديمون كوب شاك دو ميدو نروح نتفرجها في البلاد هادي. هذه المره والله ماني رايحه، ما نروحش لقطر باسكو نكره هادو تاع الخليج ما نبغيهمش، باسكو على بالي ما عندهم لا حقوق انسان لا والو. بنادم يشوفوه كل العبيد شيتو غير لي زوروبيان. خويا انا كنت لعبت في بلاد اوروبيه ولا اسيويه والله غير نروح، بصح مي لعبت في قطر والله ما نروح. باسكو على بالي يشوفوا بنادم كوم لي سكلاف، الناس تخدم عندهم 70 عام يكملوا إيه شاور دارك ما كان لا ناسيوناليتي لا والو، حاسبين روحهم منهم ما كانش اللي ما نتفرجهمش. بلا هذا ماشي شي جي تاعنا، شي جي تاعنا هي زفزاف جاريه باتمنى كلمه قلتها لكم من قبل واخذت حقه. وكشفت الناس كومونتات باللي قال لك سابقة تاريخية، نهار اللي كنت نقول لكم جارية يعني جارية. أنا على بالي في لاباج تاعي يعاكسوني باش نقول الحق، باش نضل لهم انتو شيلهم نبيهم وربهم الأعلى استغفر الله. هذا بالماضي اللي ما يبغوش عليه، بصح يجي الوقت غادي تقول بالماضي باللي خرشف في الخرشف والأيام بيننا. قام دخلنا في حيط وراه مسترجل، وهذا الرجل اللي مسترجل على الرجال يسجل على طحاحنا ما يسجلش عليه أنا ولا على الشرفاء. بقى الشياتة، مادام يكون كاين شيات الطاغي يولي كاين كل شياتة ينقصو الناس في قلة روحها، بصح مادام كاين شياتة الطوقات يكونو. ولا خوتي الجارية
يبصم على أنه جري 100%. تحية لكم 1 2 3 فيفا لانجيري، وتحية كبيرة لأصدقائي الهيشر، وتحياتي للأحرار، الناس اللي تكمن وتعرف القانون. السلام عليكم.